سيكون مصير والموسم الدراسي الحالي على طاولة وزارة التربية بحر هذا الأسبوع، بعدما استدعت شركائها الاجتماعيين لتدارس مقترحات إنقاذ السنة الدراسية الحالية على إثر جائحة كورونا التي شلت المدارس مؤخرا، في ظل تطمينات رئيس الجمهورية بأن تكون الإجراءات المرتقبة في صالح التلاميذ. سنقترح اقتراحا واحدا، وهو أن الانتقال من مستوى إلى مستوى سيكون حسب المواد الفصل الأول والفصل الثاني. أما الأقسام السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، فعلينا أن نجري امتحان في نهاية الفصل الثالث، شهادة المتوسط في نهاية جوان، وشهادة البكالوريا في سبتمبر إن شاء الله. دعوات وزارة التربية اعتبرها الشركاء فرصة لمناقشة تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية الجارية والامتحانات والفصل النهائي في مصير السنة الدراسية، إما باستئناف الدراسة أو إنهاء السنة الدراسية بفصلين فقط تحسبا لتمديد الحجر أو رفعه. القرارات التي يجب أن تتخذ يجب أن يراعى هذا الجانب، بمعنى أننا يجب أن نراعي نفسية أبنائنا التلاميذ، وكذلك يجب أن نراعي الوضع الصحي الذي تعيشه الجزائر. المعطيات الأولى اللي عندنا والتي يمكن أن تكون أرضية للنقاش هو أولا أن السنة الدراسية تعتمد على التحصيل العلمي بالنسبة للتلاميذ خلال الفصل الأول والثاني. مخرجات واللقاء من شأنها إنهاء حالة القلق والتوتر التي تعيشها مختلف أطراف المنظومة التربوية من أولياء، تلاميذ، أساتذة ونقابات. فمصير والامتحانات وكيفية الانتقال إحدى أبرز الانشغالات المطروحة حالياً.